اللي انا عنده موهبه اكبر من كده بكتير. كابتن عبد الله السعيد، كابتن عبد الله اقول لك الف مبروك، عاشق يعني انت ناس جمهور الاهلي بيحبك جدا وعاشق جدا لجمهور النادي الاهلي، والنهارده الجمهور كان منتظر منك، وفي نفس الوقت كمان كلموك وبيقول لك احنا منتظرين منك الكتير، وفي الملعب كمان انت رحت لهم بعد المباراه وكل اللعيبه، فالف مبروك ليك وان شاء الله الفتره الجايه يكون افضل باذن الله. الله يبارك فيك. الحمد لله يعني ماتش النهارده ظروفه كانت صعبه جدا بالنسبه كان وضعنا في المجموعه، بالنسبه طبعا ارضيه الملعب وكده، بس الحمد لله فريق النادي الاهلي فريق كبير بيقدر يعني الحمد لله يتعامل مع الظروف الصعبه دي، والحمد لله النهارده بروح البطوله اللي فاتت وبتركيز اللعيبه وبالاصرار قدرنا ان احنا الحمد لله نطلع بالثلاثة بونت، كان اهم حاجه عندنا، فالحمد لله يعني بعيدا عن اي حاجه قدرنا نطلع بالثلاثة بونت، ان شاء الله انا بتمنى اقدم حاجه طبعا لجماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي حاجه كويسه. الظروف بتعوق شويه، الظروف اللي فاتت الواحد يعني محتاج عشان يقدم حاجه كويسه لازم الدنيا تبقى مستقره وبتاع. انا من ساعه لما دخلت النادي الاهلي يعني حظي وحش شويه في الظروف، ان انا ما لعبتش دوري مع النادي الاهلي، انا خلاص يعني بقى لي 3 سنين او دخلت 3 سنين ما لعبتش دوري يعني، فما كان ما لعبتش دوري كامل ما لعبت، فالظروف صعبة يعني الحمد لله قدرنا نحقق السنة اللي فاتت بطولة أفريقيا في ظل ظروف صعبة جدا، السنة دي برضه بيقابلنا ظروف صعبة، واحتمال الماتش الجاي نلعب بره ما نلعبش في مصر، يعني في حاجات كتير صعبة، فأنا بقول للناس أنا أتمنى أقدم حاجة كويسة وأتمنى، بس برضه الناس لازم تصبر شوية لغاية ما يا رب الدنيا تستقر والدنيا ترجع إن شاء الله أقدر أقدم حاجة كويسة. ونتمنى ان شاء الله ان احنا برضو البطوله دي زي البطوله اللي فاتت كده نعمل حاجه كويسه ونقدمها كده لجماهير النادي الاهلي ويعني ومصر كلها في ظل الظروف اللي احنا فيها، ونقدر نتغلب برضو على الظروف زي السنه اللي فاتت، فان شاء الله النهارده بدايه كويسه ان شاء الله تدينا روح للماتش الجاي ان شاء الله ماتش العوده باذن الله عشان تقدر تركبنا المجموعه تاني، وان شاء الله نبدا نركز في البطوله باذن الله. دورك النهارده بقى في الملعب والمباراه، يمكن شفنا كان ليك دور دفاعي ودور هجومي، كنت بترتد كمان لورا مع الشيخ عبد الفضيل، كلمني بقى عن دورك في المباراه وشكل المباراه ورؤيتك ليها بشكل عام. مفيش، هو كان طبعا الكابتن يوسف كان طلب مننا اهم حاجه هدوء وبدايه كويسه، يعني احنا يمكن في الماتشين الاولين الزمالك وماتش اورلاندو اللي فات كانت بدايتنا للماتش مش كويس يعني، فما بنبداش مركزين كويس قافلين كويس، فالنهارده كان مهم ان احنا نبدا بشكل كويس بشكل منظم بشكل ان احنا قافلين خطوطنا ونلعب على المرتده بالذات في ظل الملعب اللي هو مش هيساعدنا كويس ان احنا نلعب كوره ونقدر نطلع، فالحمد لله احنا قدرنا ننفذ الكلام ده كويس، ان انا كنت بقفل مع شريف ووليد كان بيقفل الناحيه الثانيه مع سيد ونلعب على المرتد الحمد لله بكوره من ابو تريكه وليد قدرنا نخطف جون، فدي كانت اهم حاجه في الماتش الحمد لله قدرنا بتوفيق ربنا ان احنا نعملها وبتركيز اللعيبه، فدي كانت اهم حاجه النهارده والحمد لله الثلاثه بونت دول رجعونا ثاني المجموعه الحمد لله. النهارده لاحظت بعد الفطار كل اللاعبين وكل الجهاز بدا يومه بقراءه القران الكريم وايات الذكر الحكيم. طبعا ده عادي طبعا اللعيبه والجهاز ودي حاجه يعني على طول في معسكرات وكده وبيبقى في تجمعات لقراءة القرآن، فاللعيبة يعني بتحافظ على دي دايما وبتبقى مركزة والحمد لله يعني توفيق ربنا في ظل الظروف اللي احنا فيها، ربنا الحمد لله بيقف جنبنا بيساعدنا في ظروف صعبة، النهارده الماتش يعني لا قدر الله كان أي نتيجة غير مكسب كانت ممكن تحطنا في وضع صعب في ظل الظروف اللي احنا فيها، بس الحمد لله يعني الحمد لله إصرار اللعيبة وتوفيق ربنا الحمد لله قدرنا نتخطى العقبة المهمة دي، إن شاء الله نستمر في الثلاث ماتشات الجايين بإذن الله. كابتن يوسف قال لك ايه بعد الماتش؟ مفيش، كابتن هنينا كلنا وشكرنا على المجهود اللي عملناه والتركيز وتنفيذ التعليمات دي كانت اهم حاجه، واتمنى ان شاء الله ان احنا نبقى مركزين زي الماتش النهارده في الماتشات اللي جايه باذن الله. المكسب ده عمل لك تفاؤل للمرحله الجايه ودخول طبعا في صداره المجموعه والحفاظ على اللقب اللي اتحقق السنه الماضيه؟ طبعا كان مهم جدا ماتش النهارده، بتلعب خارج ملعبك مع فرقه طبعا يعني كسبنا الزمالك هنا الماتش اللي فات ومتعادله بره ارضها في فرقه اورلاندو، ففرقه برضو يعني كويسه واخده بطوله الاتحاد الافريقي لعب معنا سوبر قبل كده، فاحنا يعني فرقه كويسه لما تكسبها في ملعبها طبعا تديك روح للدافع ان انت تقدر تكمل ان شاء الله عشان تحافظ على البطوله بتاعت السنه اللي فاتت باذن الله. اخر حاجه، يمكن انا عندي احساس يمكن بعد العمر الاخير حاسس ان انت بارتياح وان الفتره الجايه ان شاء الله تكون احسن بالنسبه لعبد الله السعيد. ربنا يكرم والله ان شاء الله الحمد لله العمر دي حاجه يعني ربنا كده عشان ربنا يغفر لنا وربنا يعني، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان يكون في هدوء وفي تركيز الفتره الجايه والواحد يقدر يقدم حاجه كويسه في البطوله دي ان شاء الله يهديها للجماهير وروح الشهداء ان شاء الله باذن الله. في عبد الله.